مباراة اكتست طابع الدربي بين مولودية الجزائر وضيفه أمل الأربعاء، اللذان دخل اللقاء بهدف الفوز الالتحاقي أكثر بكوكبة المقدمة. المرحلة الأولى عرفت صراع كبير عكسته عدة محاولات من الطرفين. أول فرصة للتسجيل جاءت من كرة ثابتة للأمل، وجميلي ينقذ الموقف. بعدها المولودية وفي وقت مبكر حاولت التسجيل بضربة جزاء، لكن مغالطة الحكم كلفت والي بطاقة صفراء.